في السن ده ما بتحسش ان قدامي عبد الوهاب. طيب انا بسمع اغانيه في البيت، انا مش مقدره، ما كنتش مقدره ايه هو عبد الوهاب. يعني انا اذكر مره، هو كل ما كنت اقول كلمه ولا حاجه، انا كنت لدغه قوي اياميها بالراب، فكل ما اقول حاجه ابص الاقيه ضحك ضحك، يعني بوظ لي المشهد بتاعي. فمره رحت للاستاذ كريم وقلت له غيره، ده طول الوقت بيضحك يعني. فده معناه ان ما كنتش مقدره ايه هو عبد الوهاب. في مشمشيه. ايه؟ في مشمشيه. ياه، انت تحب المشمشيه؟ كان دايما والدي ووالدتي، ومن وانا صغيره، ومن وانا يمكن سني 3 4 سنين، دايما اتصور. كنت لابسه ممرضه وقالوا لي بصي قدامك ولد عيان وبيعيط وكده. انا سمعت الكلمتين دول، دموعي جت في عينيا، المصور اخذ الصوره، وكانت هي الصوره اللي خلتني فاتن حمامة.